وينضم إلينا الحديث عن واقع حركة الطيران في المطارات الأردنية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو. أهلا وسهلا بك كابتن معنا. إذا بداية، كيف تقرؤون هذه البيانات التي فعليا أظهرت انخفاضات كبيرة وكيف أثرت على القطاع؟ مساء الخير، شكرا سيد عبد الله. طبعا من المنطقي أنه تتأثر حركة السفر والرحلات الجوية وأعداد المسافرين بشكل كبير بسبب الجائحة، هذا في كل أنحاء العالم بما فيها المنطقة وكذلك الأردن كجزء من هذا العالم. طبعا الأسباب هي ليست فقط لأنه هذه الدولة تأثرت، إلا أنه إجراءات الدول جميعا من وضع محددات لدخول المسافرين إليها يؤثر على حركة السفر، كذلك رغبة المسافرين بالسفر بالطائرات يحدد هذه الرحلات، وكذلك الجدوى الاقتصادية من التشغيل لشركات الطيران تحدد هذه الأعداد. إذن كل هذه مجموع هذه الأسباب هي التي تحدد أو تؤدي إلى انخفاض، وهو الشيء المنطقي في ظل هذه الجائحة. طبعا مثل ما تفضلت، من أول 3 أشهر من عام 2020 من هذا العام كانت الأعداد ضمن الحجم الطبيعي للرحلات وأعداد مسافرين مقارنة بالعام الماضي. فإذا أخذنا النسبة، إحنا من أول العام من عام 2020 إلى تاريخ نهاية شهر أكتوبر شهر 10 يظهر انخفاض بمقدار حوالي 77% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. أما إذا أخذنا نفس الأرقام من 17/3/2020 إلى 31/10/2020 مقارنة مع 2019 بنفس الفترة يظهر بحدود 90% أو أكثر قليلا انخفاض. هذا شيء يعني متوقع، لكن إنه إحنا بنحكي، هل يا ترى إحنا القلق هل هو على حركة الطيران كحركة الطيران وأرقام؟ لا، لكن الطيران يرتبط به العديد من القطاعات الهامة الأخرى التي تساهم في الاقتصاد الكلي لكل الدول. يعني بدي أعطي أنا مثالا، الحركة الجوية اللي الشحن الجوي في العالم يأخذ نسبة 1% من الشحن الجوي الدولي كحجم، إلا أنه كقيمة يمثل 35% من قيمة هذا الشحن. طبعا لاختلاف النوعيات بشكل عام كابتن. بالضبط. أيضا يعني أحد الأمور التي كانت ترفد قطاع الطيران وأيضا تساعد تماما كما ذكرت في الاقتصاد الوطني بشكل عام هو طيران الترانزيت. اليوم هل يسمح للمطارات الأردنية باستقبال طائرات الترانزيت؟ نعم، طبعا بحب أني بس أوضح، هناك ترانزيت وهناك ترانسفير. بالعربي الترانزيت أو العبور، الترانزيت طائرة تأتي من نقطة مرورا في الأردن تعبئ وقود مثلا وتستمر في رحلتها، هذه ترانزيت. الركاب المسافرين ما بيغادروا الطائرة. أما العبور، الراكب يأتي من نقطة ينزل في مطار الملك علياء ينتظر ساعات ويغير طائرة، وهذا العبور. الآن صدر قرار بالسماح ضمن معايير صحية مضبوطة للمسافرين. بكل تأكيد هذا سوف يساعد خاصة الشركات الوطنية والمسافرين بتسهيل انتقالهم من النقاط عبر الأردن اللي ترجع لطبيعتها كما كانت سابقا إن شاء الله. نعم تدريجي. كابتن، الجهتين أو المثالين الذي ذكرته اليوم متاحين، اللي هو العبور أو حتى البقاء في الأردن ساعتين ومن ثم الذهاب، فالجهتين اليوم مفتوحات. مفتوحات، نعم نعم نعم. متى تتوقع فعليا كابتن العودة إلى سكة التعافي والنمو لهذا القطاع؟ هذا سؤال مليون دولار سيد عبد الله. لا 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 شك، لا شك أنه الجميع يتوق إلى العودة، ولكن العودة الآمنة وليس العودة. العودة الآمنة لا شك كل مرتبط بوجود اللقاح الفعال والذي يغطي، يعني عندما يوجد هذا اللقاح نجد أنه إجراءات الدول في وضع محددات دخول المسافرين سوف تقل،
سوف نجد أن رغبة المسافرين في السفر سوف تزداد، ونجد أن الجدوى الاقتصادية للتشغيل عند شركات الطيران سوف تزداد. إذن كله مرتبط بالفاكسين. نعم، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم بستو، كنت معنا، شكرا على هذا الشرح الوافي.